السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. بعد الوضعية الحرجة التي يعيشها رياض محرز مع فريقه نادي مانشستر سيتي، فتحت الكثير من الصحف البريطانية الباب أمام إمكانية رحيل قائد المنتخب الوطني الجزائري عن السيتي خلال فترة الانتقالات لسنة 2020، ونقدم لكم ثلاث وجهات محتملة للنجم الجزائري رياض محرز في حال قرر الرحيل عن فريقه نادي مانشستر سيتي في المستقبل. أولا توتنهام، في ظل رغبة مورينيو في القيام بثورة في الفريق، من الممكن أن يكون رياض محرز أحد الأسماء التي قد يتعاقد معها مستقبلا. ثانيا تشيلسي، في ظل انتهاء عقد ويليام نهاية الموسم سيكون تشيلسي الخيار الأفضل للدوري الجزائري، خاصة وأن مدرب البلوز فرانك لامبارد أبدأ إعجابه كثيرا بمستوى الدوري الجزائري. ثالثا مانشستر يونايتد، يحتاج الفريق الإنجليزي للقيام بثورة على مستوى الانتقالات من أجل إعادة اليونايتد للسكة الصحيحة، وقد يكون رياض محرز أحد الأسماء المقترحة على الفريق، خاصة وأن إدارة الفريق كانت تريد اللاعب الجزائري عندما كان في ليستر سيتي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.